حياكم الله مشاهدينا إلى ساعة الأخبار الثانية من قناة التناصح، والبداية بأهم وأبرز العناوين. شورى الثوار يتقدم في منطقة جنفودة بعد اشتباكات عنيفة، وميليشيات الكرامة تؤكد استمرار محاولتها السيطرة على المنطقة. منظمة التضامن الحقوقية تقول بأن العائلات التي خرجت من جنفودة مصيرها مجهول، وحكماء بنغازي تطالب الرئاسية بتوضيح موقفه من حرق الجثامين بالمدينة. وفي النشرة أيضا، الأمن الرئاسي التابع لحكومة الإنقاذ تنفي اختطافها للناشط صلاح البكوش. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي تقدم قواتهم في منطقة جنفودة في اشتباكات وصفت بالعنيفة. المصدر ذكر أن قواتهم أجبرت ميليشيات الكرامة على الانسحاب من عدة تمركزات بالمحور، مضيفا سقوط عدد من القتلى التابعين لقوات الكرامة جراء الاشتباكات. هذا وأعلنت ميليشيات الكرامة الأسبوع الماضي سيطرتها الكاملة على منطقة جنفودة. من جهته، أكد الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لميليشيات الكرامة ميلود الزويل الاثنين أن العمليات العسكرية في منطقة جنفودة مستمرة للسيطرة عليها بالكامل. الزويل في تصريح صحفي ذكر أن 3 عناصر تابعين لميليشيات الكرامة قتلوا في الاشتباكات التي شهدها المحور الأحد، مضيفا أن من بين القتلى القائد الميداني محمد التجوري. هذا وأعلن الناطق باسم ميليشيات الكرامة الأسبوع الماضي سيطرة قواته الكاملة على منطقة جنفودة. هذا وأفادت مصادر من مدينة بنغازي بمقتل مساعد ضابط معمر الشيخي التابع لقسم النجدة بني غازي أثناء خروجه من مقر عمله من قبل أحد سكان منطقته. رئيس قسم النجدة بنغازي جمال العوامي في تصريح صحفي قال إن الشيخي قتل في مشكلة شخصية بسلاح أبيض حسب ما ذكر، مضيفا أن المجني عليه توفي وهو في طريقه إلى المستشفى. هذا وتشهد مدينة بنغازي الفترة الأخيرة خروقات أمنية، كان آخرها تفجير سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر بالمدينة. كما أكدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان انقطاع التواصل بينها وبين العائلات التي خرجت من جنفودة، مبدية قلقها بشأن مصيرهم الذي أصبح مجهولا. المنظمة في بيان لها ذكرت أنها تحاول جاهدة معرفة مصيرهم، مضيفة أن العائلات التي خرجت تجاه الكتيبة 210 التابعة لميليشيات الكرامة تعرضت لإطلاق نار، مما أجبرها على العودة وأصيب على إثرها امرأة وطفل. وأشارت التضامن إلى أن جميع المدنيين الذين خرجوا تم نقلهم إلى سجن الكويفيا، وتم بعد ذلك إطلاق سراح النساء والتحفظ على الرجال، ولا يوجد أي جهة مستقلة يمكنها الإخبار عن آخر أوضاعهم. طلب مجلس أعيان وحكماء بنغازي في المنطقة الغربية الرئاسية المقترح بتوضيح موقفه من حرق الجثامين ونبش القبور التي تقوم بها ميليشيات الكرامة في مدينة بنغازي. المجلس في بيان له دعا البعثة الأممية إلى توضيح موقفها تجاه ما تقوم به قوات الكرامة في بنغازي، مضيفا أن مثل هذه الأفعال ما هو إلا استرجاع لأحداث مدينة الزاوية إبان ثورة فبراير عام 2011. دعا
دعا المجلس البلدي لمدينة بنغازي في طرابلس المجلس الرئاسي المقترح إلى عدم تغليب طرف على آخر، مؤكدا أن هذا لا يخدم الوطن وأنه البداية لحرب أهلية في جميع ربوع البلاد. البلدي في بيان له ذكر أن تهنئة الرئاسي بما أسماه انتصارات الجيش في بنغازي لا يخدم الصالح العام، مضيفا أنه يرفض وبشكل قاطع ما قامت به قوات تابعة لميليشيات الكرامة من حرق جثة أحد الثوار في بنغازي، ويعتبر عملا مرفوضا شرعا وقانونا. بلدي بنغازي دعا في بيانه جميع الفرقاء في المدينة إلى الدخول في مصالحة حقيقية والعمل على إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المنهار. هذا وأصدرت حكومة الإنقاذ الوطني بيانا عما يحدث في بنغازي من حرق الجثث واستهداف مدينة درنا من قبل عصابات ما يسمى الكرامة. البيان شجب مباركة رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج لما تقوم به عصابات مجرم الحرب حفتر، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية أمام القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ضد كل من قام بهذا الفعل الشنيع. نفى جهاز الأمن الرئاسي التابع لحكومة الإنقاذ الوطني التهم الموجهة له باختطاف الناشط السياسي صلاح البكوش. الأمن الرئاسي في بيان له قال إن الأسباب الواهية التي روج لها البعض لتلفيق التهمة للأمن الرئاسي ما هي إلا لخلق الفتنة وتأليب الرأي العام على الجهاز، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للرد على من يريد تشويه الجهاز. يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام نقلت أن آخر إشارة من هاتف البكوش كانت بجانب قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس. وللتوضيح أكثر ينضم إلينا النقيب لؤي التواتي مدير مكتب رئيس جهاز الأمن الرئاسي. سيادة النقيب مساء الخير. مساء النور. بداية سيد لؤي، لماذا برأيك تشن حملة إعلامية على الجهاز؟ بالنسبة لجهاز الأمن الرئاسي، هذا جهاز مستقل، جهاز يعني وظيفة العامة هي يعني حراسة المقر الرئيسية للدولة الليبية. يعني مانيش عارف ليش الأمن الرئاسي يعني داخلين في الأمور السياسية في الدولة، أي شيء يصير في أي منطقة قريبة من جهة القصور الضيافة يتهموا فيها في الأمن الرئاسي. يعني احنا نبي نطلب من اي شخص ولا اي جهه في الدوله في اي شيء كان، ليش يعني كل شيء الامن الرئاسي الامن الرئاسي الامن الرئاسي؟ طيب سياده النقيب، ما دلاله اختفاء المدعو صلاح البكوش امام مقر المجلس؟ هل كل من اختفى امام مكان معين هو سيكون يعني هذا المكان متهم بالاختطاف؟ هل هذا ميزان صحيح؟ يا اخي ما فيش دليل ثابت ان استاذ صلاح البكوش اختطف قدام قصور الضيافه، ما فيش اي دليل، يعني عباره عن صفحات تواصل اجتماعي وقنوات مغرضه تتهم في الجهاز الامن الرئاسي باي شيء يقع في طرابلس حاليا ان الجهاز الامن الرئاسي هو المتدخل فيه، هات ما يثبت يا اخي انه اختطف امام الامن الرئاسي ولا امام قصور الضيافه. يعني في اشخاص في 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 صفحات تواصل اجتماعي يقولوا انه في حي دمشق. يعني حي دمشق ما هيش الامن الرئاسي، مش حي دمشق بالكامل، حي دمشق مليون، في من جهه طريق الهضبه، في من جهه باب بنك الشير، في من جهه شارع المدار. يعني قصدي الموضوع شخصي ماهوش موضوع عام. يعني الامن الرئاسي ده فيه موضوع شخصنه خاصه به هو. طيب سياده النقيب، هل لديكم سجون او تقومون باعتقال اشخاص معينين؟ هل هذا من صميم عملكم مثلا؟ جهاز الامن الرئاسي جهاز للحمايه وليس للقبض وليس ومقر قصور الضيافه معروف عند معظم الليبيين ومعظم الساسه ومعظم الاعضاء اللي كانوا فيه، يعرفوا انه لا يوجد فيه اي سجون او اي مركز اي شيء كان، حتى مراكز تحقيق مش موجوده، عباره عن مركز امني لحمايه ناس مسؤولين في الدوله وخلاص، هذا اللي موجود في الامن الرئاسي. يعني الاتهامات اللي يقوموا بها الامن الرئاسي اكثر من هذا، والاعلام واضح والقنوات واضحه والفيسبوك واضح. يعني مانيش عارف يعني شنو السبب اللي التهم الجزوف هذه اللي بدت على الجهاز هذا، يعني بالذات يعني بان الجهاز يعتبر من اول الاجهزه الشرعيه في الدوله الليبيه من ايامات المجلس الانتقالي وبعد المؤتمر الوطني. سياده النقيب، ذكرتم في بيانكم انكم ستتخذون اجراءات قانونيه مناسبه، هل لا تطلعنا على هذه الاجراءات؟
والله بالنسبة للإجراءات القانونية عندنا مكتب قانوني مختص بالشيء هذا وعندها الإجراءات وبادي فيها الإجراءات من أمس الإجراءات هذه وبإذن الله بإذن الله حنطلعوها على الإعلام وحنعرفوا الأشخاص هذه اللي تتهم في جهاز الأمن الرئاسي بالمواضيع الموجودة هذه حاليا اللي في الصورة الآن. طيب هناك سؤال مهم جدا سيادة النقيب، هل سنرى تكرار لسيناريو بنغازي في طرابلس من اختطاف للنشطاء وإبعادهم قسريا ثم اغتيالهم أو اغتيالهم مباشرة؟ يا أخي على ما أعتقد الإعلام واضح وانه الاجهزه الامنيه واضحه باكتشاف تفجير السفاره الايطاليه اللي موجود فيها في 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 طرابلس. يعني هذه بدايه تكرار موضوع بنغازي في طرابلس. وهذا يعني حتى الاعلاميين والنشطاء واللي يعرفوا ان الموضوع اللي صاير في بنغازي بدا في طرابلس. يعني موضوع السفاره الايطاليه يعني حتى العالم اكتشف منو اللي فجر السفاره الايطاليه ومنو كان السبب. طيب هل من رسالة أو تحذير تودون توجيهه كجهاز أمن رئاسي؟ والله إحنا كأمن رئاسي يعني نطالب أي شخص أي شيء أي مواطن أي جهة في الدولة شافت شيء ولا اكتشفت شيء يعني تتفضل عندنا، إحنا بابنا مفتوح في أي وقت، يعني حتى البوابة بتاعنا ممكن 24 ساعة مفتوحة لأي شخص يعني في أي مشكلة. في بالعكس إحنا حتى في المنطقة المحيطة بالأمن الرئاسي ووصلت بها الدرجة إن بدينا نأمنوا في الأشخاص اللي موجودة ساكنة غادي، وأهل المدينة يعرفوا الكلام هذا وأهل المنطقة يعرفوا الكلام هذا. طيب سؤال أخير سيادة النقيب، هل أنتم على استعداد لأن مثلا تدعون مكتب النائب العام للتحقق من وجود الناشط السياسي عندكم من عدمه؟ احنا بالنسبة لجهاز الأمن الرئاسي نرحب بأي شيء تابع الدولة الليبية ويتفضل، واحنا ما عندناش أي اعتراض بأي إنسان يجي يتفضل يبي يسأل ولا يبي أي معلومة تخص أي جهة معينة بالغض حتى على الأستاذ صالح البكوش، ما عندناش أي إشكالية مع أحد. واحنا تحت الشرعيه الليبيه وتحت الدوله الليبيه، واحنا مع قيام دوله في ليبيا ومع قيام دوله 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 حره تحت بنود 17 فبراير، وما عندناش اي اشكاليه بالكلام هذا. النقيب لؤي التواتي مدير مكتب رئيس جهاز الامن الرئاسي، كنت معنا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لك. أعلن المجلس العسكري مصراتة في بيان له عن انضمامه للمنطقة العسكرية الوسطى. المجلس في بيانه أوضح أن الانضمام سيكون بكل الكتائب المنضوية تحته وفقا للقوانين المعمول بها في الجيش الليبي بصفة نظامية أو احتياط وفقا للقانون العسكري الليبي والتدريب حسب البرنامج المعد من قبل إدارة التدريب بالجيش الليبي. نفى مجرم الحرب حفتر ما تردد مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن ترتيبات تجرى لعقد لقاء يجمعه ورئيس المجلس الرئاسي المقترح. وقال مكتب حفتر لسبوتنيك الروسية أنه ينفي نفيا قاطعا ما تداولته وسائل الإعلام عن ترتيبات حالية لإجراء لقاء ثنائي يجمع ما بين المدعو حفتر والسراج. وكانت وسائل إعلام نشرت تصريحا للسراج أكد خلاله أن هنالك ترتيبات تجري لعقد لقاء ثنائي بينه وبين مجرم الحرب حفتر في القاهرة خلال أيام على حد قوله. قال نائب الرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمن السبت إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون من خلال الليبيين أنفسهم. وأكد حسب في بيان لحزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال كلمته في ختام أعمال اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي الخاصة المنعقدة بالكونغو أن السودان يرفض أي تدخل عسكري خارجي في المسألة الليبية، وينبغي أن يكون الحل نابعا من الليبيين أنفسهم. وأشار حسبه إلى أن الجهود لإيجاد حل للنزاع الليبي ستستمر على أن يكون ذلك بتنسيق كامل مع دول الجوار الليبي.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أي مصالح ضيقة وفق قوله. السيسي في لقاء جمعه مع رئيس الكونغو قال إن من أولوياته الحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي، مضيفا أن موقف مصر ثابت ويرفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية واحترام إرادة الشعب الليبي وسيادة الدولة الليبية على أراضيها. هذا وسبق أن نقلت صحيفة العرب 21 عن زيارة غير معلنة قام بها مجرم الحرب حفتر إلى مصر الأيام الماضية بهدف الحصول على دعم مصري قوي لعمليته التصعيدية سياسيا وعسكريا. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل بأن حكومة الإنقاذ هي الحكومة الشرعية وأنها لم تقم بالتسليم للحكومة المقترحة، مضيفا بأن من دخلوا إلى طرابلس هم مجموعة أشخاص لا يسيطرون على أي جزء في العاصمة سوى مقرات إقامتهم على حد تعبيره. لغويل في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أبدى ترحيبه بعودة السفارة الإيطالية أو أي سفارة أخرى لمباشرة عملها في العاصمة طرابلس وتقديم خدماتها بصورة مباشرة لكافة الليبيين، مؤكدا عدم رضاه عن وجود أعداد كبيرة من الجنود الإيطاليين بالمستشفى الإيطالي بمدينة مصرت. Any embassy for any countries outside is coming to Tripoli. We are happy for that because it's coming in Tripoli and is doing something for the Libyan people. Yeah. Solo pochi giorni dopo l'annuncio dell'apertura dell'ambasciata italiana, i suoi sostenitori hanno fatto quello che hai descritto come un quasi golpe, un semi golpe, un golpe strisciante nella capitale, preso 5 ministeri, posto di blocco nel centro della città. Che cos'è questo? It's not golpe. We are continuing. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إعادة فتح سفارتها في ليبيا الاثنين بعد إغلاقها منذ 2.5 عام جراء الوضع الأمني. الخارجية التركية في بيان لها ذكرت أن إعادة فتح السفارة سيسمح لتركيا بالمساهمة بشكل أكبر في جهود إحلال السلام والاستقرار وكذلك في جهود إعادة البناء في ليبيا. هذا وأغلقت تركيا سفارتها في طرابلس عام 2014 على خلفية الإضرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس. قامت لجنة مشكلة من أعيان مدينة طرابلس الكبرى وأعيان ورشفانة بالتدخل لحل المشكلة بين ترهونة والقربولي، أحد أعيان قبائل ترهونة في تصريح صحفي ذكر أن اجتماعات جرت بين اللجنة المشكلة وبين أعيان ترهونة والقربولي والتي تم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار من الجهتين وسحب كافة الآليات العسكرية وفتح الطرق الرئيسية. كشف مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد عن تواصل العديد من وفود مجالس المشايخ والأعيان في المنطقة الغربية مع المجلس ومنطقة القربولي لوضع حد عاجل للمشكلة الأخيرة التي حدثت بين المدينتين. سعيد أكد في تصريح صحفي مطالبة المجلس البلدي ترهونة لهذه الوفود بضرورة تسليم الجنات للدولة للقصاص، مبينا قيام المجلس بإعداد قائمة بأسماء كل من ساهم بعملية الهجوم على هذه النقطة الأمنية بمدينة ترهونة. وأشار سعيد إلى توصل جهود وفود مجالس المشايخ والأعيان بالمنطقة. هذا وقال أمير القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال التريكي إن الوضع الأمني يشهد تحسنا بالمنطقة الجنوبية بشكل عام، موضحا أن المنطقة تتجه نحو الاستقرار. وأكد التريكي في تصريحات صحفية الأحد أن الوقود بدأ يصل بشكل مستمر وسلس إلى مستودع سبها النفطي. من جهة أخرى أشار التريكي إلى قرب افتتاح مطار تمن هنت الدولي واستئناف الرحلات الجوية خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن التيار
الكهربائي قد عاد إلى كل مناطق الجنوب. النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الخطوط الأفريقية تعلن بدء رحلات الطيران بين ليبيا ومالطا بداية الشهر القادم. قصة ثورة. من أنتم؟ من أنتم؟ أفسد وطغى وتجبر، فثار الشعب على الطاغية وحلم بالحرية، ويعد الإعلان الدستوري مجمدا. لكن الفئة الباغية ظلت باقية. لم يأتنا حفتر، جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه. تريد خلافة الطاغية في الزعامة وترفع خداعا راية الكرامة. دم الشهداء لا ينسي شرف. فوقف لها الثوار كالصخر وسطروا بدمائهم آيات المجد والفخر، وكانوا لليبيا دوما الفخر. حياكم الله من جديد. أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية الاثنين عن بدء تسيير رحلات جوية عارضة بين ليبيا ومالطا بداية من أول فبراير المقبل، حيث ستنطلق من مطاري مصراتة والأبرق. الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضحت أن هذه الرحلات العارضة تتم بالتعاون مع وكيلها في مالطا شركة بلانيت، حيث تمكنت الأفريقية من الحصول على حق الحجز وبيع مقاعد على متن هذه الرحلات من مالطا إلى ليبيا. وأضافت الشركة أنها ستشرع لاحقا في تطبيق نفس السياسة للرحلات إلى طرابلس، وذلك من خلال تسويق الرحلات العارضة إلى طرابلس ومالطا بالدينار الليبي. وجه مدير مستشفى الأطفال بطرابلس نداء استغاثة عاجل للمسؤولين بوزارة الصحة بسبب عجز المستشفى عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين. المستشفى في بيان له الاثنين حذر من أن يصل الوضع إلى الكارثي، معللا ذلك بتأثيره على حياة الأطفال وعدم قدرة المواطنين على اللجوء إلى المصحات الخاصة نظرا للأوضاع المادية الصعبة. وطالب المستشفى بضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لتوفير ما يلزم من أدوية ومستلزمات طبية، حرصا على استمرار الخدمات الصحية حسب نص البيان.
جرائم متعددة ترتكب بحق صحفيين ومدونين ونشطاء سياسيين، تتنوع بين القتل والتعذيب والإخفاء القسري والإيذاء البدني واللفظي، في تطور ملفت عجزت فيه الأجهزة الأمنية والقضائية عن ملاحقة الجنى. جرائم بألوان وصنوف متعددة ترتكب بحق الصحفيين ومدونين ونشطاء سياسيين، تتنوع بين القتل والتعذيب والإخفاء القسري والإيذاء البدني واللفظي، في تطور ملفت عجزت فيه الأجهزة الأمنية والقضائية عن ملاحقة الجنى التي تقيد بشكل اعتيادي ضد مجهول، وإن عرف ذلك المجهول غض الطرف عنه تحت سطوة الجماعات المسلحة المشبعة بالتطرف والقبلية والجهوية. الأمم المتحدة كانت قد أقرت في العام 2013 يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والنشطاء، فيما عكفت منظمات محلية وبمشاركة منظمات دولية على العمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب نتيجة غياب العدالة والملاحقة القضائية وسط توسع دائرة العنف المواجهة ضد الصحفيين وغياب للحريات الإعلامية. ولعل في بيان منظمة التضامن لحقوق الإنسان خير دليل على حجم التسيب الذي تمارسه السلطة، حيث حملت المنظمة المجلس الرئاسي المقترح مسؤولية حالات الخطف التي تعرض لها نشطاء كثر، من بينهم الشيخ الدكتور نادر العمراني والثائر عمر العاقل والناشط السياسي صلاح البكوش وغيرهم الكثير من نشطاء الساحات والميادين. وبالنسبة للإعلاميين فإن أرقام المركز الليبي لحرية الصحافة تشير إلى ارتكاب 388 اعتداء جسيما في الفترة الممتدة من يناير 2012 حتى سبتمبر 2016، فيما أفلت أغلب مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. وقد وثقت إحصائيات المركز 23 حالة قتل خلال الخمس سنوات الماضية طالت صحفيين في 4 مدن ليبية، أما حالات الاختطاف والتعذيب فقد سجلت 53 حادثة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى 27 صحفيا واجهوا حوادث الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، بعضها دام لعدة شهور، فيما تعرض 132 صحفيا للاعتداء الجسدي واللفظي والمنع من العمل أثناء أدائهم لأعمالهم، فضلا عن 118 اعتداء بحق وسائل إعلامية وحجب للمعلومات والنشر كان لقناة التناصح نصيب منها. في واقعة أليمة أدى حادث مروري مروع ظهر اليوم الاثنين إلى وفاة 4 من طلبة العلم في ليبيا، وذلك بعد اصطدام المركبة التي كانت تقلهم بإحدى السيارات في منطقة غوط الرمان شرقي العاصمة. مصدر مقرب من الطلبة قال في تصريح للتناصح إن الشيخ أحمد جمال والشيخ حمد دسكير من مصراتة والشيخ حمزة الجربي من مسلاتة والشيخ حسين الصفراني من زليتن كانوا في طريقهم إلى العاصمة طرابلس، وذلك لغرض إجراء امتحانات الشهادة الدقيقة الدكتوراه. الجدير بالذكر أن الطلبة هم أعضاء في هيئة التدريس بالجامعة الأسمرية بمدينة مسلاتة ومن الملازمين لحلق أهل العلم في ليبيا. قامت الشركة العامة للكهرباء بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع شركة إنكا التركية بشأن استكمال أعمال إنشاء المحطة الغازية بمدينة أوباري. مصدر مطلع من شركة الكهرباء قال إن الشركة التركية ستباشر أعمالها بداية فبراير القادم، مضيفا أن الشركة أنجزت فيما سبق ما يقارب عن 95% من أعمالها. يذكر أن الشركة التركية غادرت البلاد منذ فترة بسبب الإضرابات الأمنية التي شهدتها مدينة أوباري. شهدت بعض مناطق العاصمة طرابلس انقطاعا مفاجئا
للمياه الأحد بسبب أعمال الصيانة بالشبكة العامة بحسب مصدر مسؤول بهيئة الموارد المائية. مدير إدارة الإعلام بالهيئة أوضح أن فرق الصيانة تقوم بأعمال صيانة لبعض خطوط التغذية المتآكلة في بعض مناطق العاصمة طرابلس، وأكدت الإدارة أن إمدادات مياه النهر الصناعي تضخ بمعدلاتها الطبيعية نحو العاصمة دون أي انخفاض. أخيرا، أبدأ المجلس البلدي سوق الجمعة استعداده لدعم صندوق الضمان الاجتماعي بالبلدية بعد زيارة لمقره الاثنين، وذلك عبر توفير بعض الاحتياجات والاهتمام بأعمال النظافة العامة داخل وخارج مقر صندوق الضمان. بلدي سوق الجمعة عبر صفحته الرسمية أشار إلى استعداده لتقديم الدعم اللازم لمستوصف الضمان المحاذي لمقر صندوق الضمان وكذلك مدرسة الصم والبكم من خلال توفير فصل إلكتروني للطلبة بالمدرسة، موضحا أنه سيتكفل بتجهيزه في غضون اليومين القادمين. ولا نترككم مع جولة في أحوال الطقس وتوقعات لدرجات الحرارة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. شورى الثوار يتقدم في منطقة جنفودة بعد اشتباكات عنيفة، وميليشيات الكرامة تؤكد استمرار محاولتها السيطرة على المنطقة. منظمة التضامن الحقوقية تقول بأن العائلات التي خرجت من جنفودة مصيرها مجهول، وحكماء بنغازي تطالب الرئاسية بتوضيح موقفه من حرق الجثامين بالمدينة. الأمن الرئاسي التابع لحكومة الإنقاذ ينفي اختطافه للناشط صلاح البكوش. كما تابعتم الخطوط الأفريقية، تعلن بدء رحلات الطيران بين ليبيا ومالطا بداية الشهر القادم. في الختام، مشاهدينا، يمكنكم متابعة بثنا الحي على صفحتنا على فيسبوك تناصح تي في، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتليجرام ويوتيوب تناصح دوت تي في. حتى نلقاكم في موعد إخبارية لاحقة، تقبلوا تحياتي والفريق الفني المصاحب. تصبحون على خير.